هل صوت العرب فعلا كانت بترسل رسائل مشفرة للجزائريين للثورة الجزائرية وقتها؟ لا مش للثورة الجزائرية بس، هي كانت عندها في برامج معينة، في حاجات ما كانش حد بيعرفها طبعا خالص، ايوه لجيشنا على الجبهة كده يعني، يعني بس ما كانش حد عارفها، واحنا عرفناها بعدين ايوه يعني أثناء ما كانت بتتعمل ما كانش حد عارف خالص ما إلا اللي كنتوش عارفين ان دي رسائل مشفرة. أنا شخصيا ما كنتش عارفة، لكن ايوه اللي كان بيعمل، أنا كنت صغيرة طبعا، ايوه لكن اللي كان بيعمل برنامج ورئيس صوت العرب ضروري كان عارف، وفعلا كان كده، ايوه كانوا في يعني رسائل مشفرة بتوصل على الجبهة لجيشنا في كل اه في كل الجبهات يعني.